بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وزملائي الأعزاء، كيفية تسجيل فيديو من خلال برنامج الكامتازيا. هذه الأيقونة بعد ما نصبناه، أشغل البرنامج. وهذه هي الواجهة الرئيسية للبرنامج. طبعا لازم أكون مشغل البرزنتيشن مالتي، هذا مثلا البرزنتيشن. أبدأ بعملية التسجيل من خلال البرنامج مالتي. تلاحظون الواجهة مالته بسيطة جدا، هذه راح نتعلمها في درس آخر ممكن، لكن اليوم نتعلم عملية التسجيل الرئيسية من خلال هذا الاختيار اللي هو Record the screen. Record the screen. ويطلع لي هذه الاختيارات. من أكون جاهز أتأكد أنه ممكن أستعمل الكاميرا، وممكن أستعمل الميكروفون، ممكن أستعمل كامل الشاشة أو جزء من الشاشة. كلها هي مختارة، هذه إذا تلاحظون أنه أنا مختار كل سطح المكتب، ومختار الأوديو أو المايك، وكذلك الكاميرا ما مختارها إذا أريد يعني يسجل صورتي مع هذا الفيديو. من أكون جاهز أضغط الريكورد، وراح ينطيني تنبيه أنه تبدأ المحاضرة أو تسجيل المحاضرة خلال ثواني. الآن يبدأ التسجيل وأشرح على محاضرتي سلايد سلايد، أشرحها مع الصوت. لما أكمل من عدها، على فرض كملت، أرجع على برنامجي وأضغط يا أما ستوب أو بوز اللي هي إيقاف مؤقت، وبعدين أرجع أو أختار ستوب. راح ننهي تسجيل المحاضرة بالضغط على ستوب. لما أنتهي من تسجيل الفيديو يعرض لي بهذا الشكل ضمن البرنامج. نلاحظ هنا شيء مهم، هنا يا اما امسحه يا اما اسوي له عمليه مونتاج من خلال السيف والإديت، اسوي له عمليه مونتاج، وايضا ممكن نشرحها في درس اخر، لكن اللي يهمني هنا هسه انه اسوي له بروديوس. اسوي له بروديوس بعد ما كملت الفيديو وتسجيله، ما أريد به لا حركات ولا تأثيرات، مثل ما هو الفيديو اللي سجلته وأسوي له produce. لازم أخزن التسجيل مالتي. هنا أنا راح يبدي الاختيار الأول اللي هو شنو نوعية الفيديو اللي تريده، أخليه على الستاندر اللي هو MP4 with smart player. خلو حاليا على هذا الاختيار، لأن تقريبا كل دقيقة يسوي ليها ميجا واحدة، يعني إذا سجلنا 15 دقيقة راح يصير تقريبا 15 ميجا، حجم جدا مناسب، فنخليه على هذا MP4 with a smart player. وراح يطلب من عندي الاوتبوت فولدر وين اخذنا، يعني شوف هنا انا راح اخذنا على سطح المكتب في فولدر اسمه تيست 1، شيء ممكن نسميه ليكتشر. ويبدا بعد ما اوافق يبدا بعمليه تحويل التسجيل مالتنا إلى فيديو. بعد أن يكمل عملية الإنكودينج أروح إلى هذا الفولدر، كمل لي وشغل لي، أروح إلى الفولدر اللي وضع لي على سطح المكتب، أشوف أنه حجمه صار ميجا 300 كيلو بايت، ونشغله ونتأكد. والعفو الوقت مالته تقريبا دقيقة 44 ثانية، يعني تقريبا 1 ميجا وشوية للدقيقة الواحدة. وتشوفون مثل ما هو شغال لي الشرح اللي يتم عليه، وبعدين انهيته إذا تلاحظون. وهذا الفيديو
أو الفايل، هذا هو اللي أخذه، هذا الفايل هو اللي أخذه وأستعمله في وضعه على اليوتيوب أو إرساله إلى قناة القسم. شكرا لانتباهكم.